طبعا اول شيء بنحكي بسم الله الرحمن الرحيم، رحمه الله على شهدائنا بغزه. طبعا احنا يعني بالقلب غصه زي ما بيقولوا كل الرياضيين، كل المدربين، كل البلد. صحيح احنا اجسادنا هون لكن عقولنا هناك، مفكر فيهم. هاي الشغلات لازم نذكرها، ان شاء الله ربنا بيصبرهم وبيقدروا يطلعوا من هاي المحنه بتكاتفهم ان شاء الله، ورحمه الله على شهدائنا. بالنسبه للمباراه يعني احنا ما بنحكي لا مبروك، للامانه اكون صادق، الملعب يعني مش قادرين نلعب عليه كره قدم، مش قادرين نلعب على الملعب كره قدم، خاصه منافسه يعني مش تدريب. بالضبط، يعني احنا قاعدين الواحد والله اذا بنزل على الارض بنحرق يعني. ف ان شاء الله بعيدوا النظر في موضوع الملعب. وبالنسبه للمباراه طبعا احنا كنا ماشيين على رتم معين، كنا الشوط الثاني تغير الصوت. صحيح الشوط الثاني تغير، رجعنا شوي لورا، حاولنا نلعب على الكرات المرتده لكن قدر الله وما شاء فعل. الكابتن عماد عامل لنا شغل كثير كويس، قلت لك احنا بنعتمد على الكرات القصيره باللعب، لكن المباراه هاي ما قدرنا نلعب كرات قصيره بالنسبه للملعب، ما الكره بتمشيش، بتطج وبتمشي وبتبعد عنك. بالضبط، فاحنا مش قادرين نلعب، فاللي بنتدربه والله للامانه يعني مش قادرين نطبقه على ارضيه الملعب بالنسبه للملعب. لكن الحمد لله رب العالمين النتيجه هاي بعلم الغيب، واحنا راضيين عن النتيجه. بنطلع ان شاء الله المباريات الجاي، عندنا مباراه الوحدات ان شاء الله، بنطلع انه نكون كويسين في المباراه الجايه ونقدر نحقق نتيجه ايجابيه. نشكر التلفزيون الاردني، بنشكر جمهور السلط اللي مأزرنا دائما، ونشكر اداره نادي السلط، وان شاء الله المباريات الجايه بنوعدهم ان شاء الله بفوز ثلاث نقاط. يعطيك العافيه. شكرا شكرا. يعطيك العافيه. معي عدي القره اللي صدقا انا شخصيا اعجبني الاحتفاليه التضامنيه مع اهلنا في غزه، وهذا اقل شيء نقدمه لاهلنا في غزه. يعطيك العافيه يعني. الله يعافيك. يعني شو ما عملنا شو ما سوينا يعني ما بنقدر نوفي لهم حقهم لاهل غزه. طبعا نقول الله يصبرهم والله يكون معهم طبعا، والحمد لله رب العالمين. سألنا محمد مصطفى انه صلت تغير الشوط الثاني، الشوط يعني اول سجل هدف وكان اداؤه جيد جدا صح التعبير، الشوط الثاني خفت يعني على فترات. يعني زي ما قال لك محمد مصطفى انه اكيد يعني ارضيه الملعب صعبه، يعني شو متمرن يعني صعب تطبق في ارضيه الملعب هون. فالحمد لله رب العالمين النتيجه يعني تقريبا عادله مقبوله، نطلع للاحسن ان شاء الله. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. شكرا. معي رجل المباراه ان صح التعبير، فسجل هدفين وكاد ان يكون فوز لمعان، اول فوز سجله عن طريق ابراهيم الرواد. يعطيك العافيه كابتن وهارد. الله يعطيك العافيه. والله يعافيك. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، قدر الله وما شاء فعل، قدمنا اللي علينا والحمد لله، ما حلفنا الحظ ونطلع في الثلاث نقاط. الحمد لله نقطه احسن من لا شيء، ان شاء الله بنعوض في الجاي ان شاء الله. الشوط الاول لم يعجب جماهير معان اداء معان، لكن الشوط الثاني اختلف. انا سؤالي امجد ابو طعيمه توجيهاته بغرفه الملابس لكم ايش كانت؟ اول شيء الكابتن امجد الله يعطيه العافيه ما قصر قبل المباراه وبعد المباراه وبين تحديدا بين الشوطين تغير اداء كل الشوط الثاني. ما الحديث اللي دار معه؟ وانت بتعرف انه شوط مدربين، هذا ما قصر، هو وجه اللعيبه قرا المباراه كويس، وبس لسوء الحظ تعادلنا في اخر الدقائق ولا كان كملت معنا. واحنا حبينا نوصل لو بابسط شيء لاخواننا في فلسطين وفي غزة، الله يكون بعونهم ويرفع عنهم. احنا بنتمنى من كل واحد عربي ومسلم وشريف نوقف معهم في هذه المحنة الصعبة، الله يرفع عنهم. يعطيك العافية كابتن. يعطيك العافية. شكرا لك. هذا لسان كل اللاعبين، كل الإعلام الرياضي الموجود دائما وأبدا هو الدعاء لأهلنا في غزة. اللهم احفظهم، ثبتهم، انصرهم. العودة لك. اللهم امين. شكرا جمال رواج من ارضيه الملعب.